تخيل المساعدة الوحيدة التي أرسلتها وزارة الهجرة والمهجرين لمسيحيي منطقة كسنزان وموجودة صور وموثقة، كانت عبارة عن صناديق ممتلئة بالفئران، صناديق ممتلئة بالفئران، فئران ميتة وفئران حديثة الولادة وفئران بالغة. تخيل سيد سلام، يعني هل يعني هذا مأساوي جدا. هل كان في الصناديق شيء يؤكل وأكلته الفئران أم أنهم يعني أمر مواد غريب؟ مواد غذائية والصور موجودة، أنا مستعد أرسلها للموقع عندكم حتى تعرضوها. مو صناديق وزارة الهجرة والمهجرين. والمضحك في الأمر، تصور المهزلة، أنه عندما سألوا المواطنين سائق الشاحنة الذي كان محمل هذه المواد ماذا أحضرت لنا، أجابهم أحضرنا لكم بضعة فئران لتتسلون بها. هكذا تصور يعني. قيمة الإنسان في العراق إلى أي مرحلة وصل، يعني هكذا يعني هو حتى هذه المساعدة التي ذكر بالضبط ولا أختلف بحرف. نعم وأنا مستعد لأي شيء.